مساء الخير يا استاذ سام، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين يا فندم. مساء الخير. طبعا اجتماع اليوم اجتماع مهم وفيه تفاصيل تهم كمان المواطنين سواء في الشرقيه او في عموم الجمهوريه. لو حضرتك تقول لي ازاي تلقيتوا كمان يعني الخطه المقبله لضمان تقليل الاعباء الناتجه طبعا عن الازمه الاقتصاديه العالميه وازمه الطاقه، هنعمل ايه في محافظه الشرقيه؟ وحضرتك تقول لنا برضو ابرز ما جاء من ايضا توجيهات. هو زي ما الدكتور أحمد الأنصاري قال بالضبط أن كل الإجراءات المطلوبة هي في اتجاه ترشيد للطاقة، وطبعا عارف حضرتك أن في إجراءات كتيرة جدا تم اتخاذها. محافظة الشرقية بعد اجتماع مجلس المحافظين فورا دعت الاجتماع لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير المديريات وشركة الكهرباء، وقعدنا وعملنا اجتماع وطلبنا خطة موحدة كل مديرية ايه الإجراءات اللي هتاخدها عشان تخفيض الاستهلاك، وبعدين بعد كده هو شركة الكهرباء تبتدي لينا القياس الاستهلاك كان كام وانخفض قد ايه بالضبط، وإمكانية توفير يعني المصابيح اللي هي موفرة للطاقة بأسعار مخفضة للذات زي ما حضرتك بتقول بقدر الإمكان، وإمكانية أن يبقى فيه دعم من المجتمع المدني بأن احنا نحول كل الجهات حتى مراكز الشباب للإضاءة منخفضة التكاليف التكاليف بحيث أن احنا نقدر نسيطر على الاستهلاك. طبعا بالنسبة لاستخدام التكييفات، بالنسبة للإنارة على الأسوار، بالنسبة للإنارة في الشوارع هيتم التخفيض بحيث أن نشتغل على عمود وعمود بقدر الإمكان. كل المحاور بالنسبة للترشيد تم مناقشتها، وبرضو بالنسبة للسخانات اللي بيتم استخدامها هتتمنع تماما بالكهرباء. عم بندرس إمكانية أن احنا نخفض العمالة بعض الوقت أو جزء يشتغل فترة وجزء يشتغل فترة تانية، كل ده بيتم دراسته بحيث أن 48 ساعة يتم تنفيذ الخطة داخل كل المديريات وداخل الدواوين كلها. في خطة لتوعية المواطنين برضو أو إشراكهم في الموضوع؟ جبنا برضو حضر معنا السيد مدير هيئة الأوقاف وسيد وكيل الوزارة، وحضر معنا السيد مدير الأزهر جامعة الأزهر، واتفقنا أن برضو في خطبة الجمعة يتم التوعية ما بين أثناء فترة صلاة العشاء، هيدي درس لمدة 3 دقايق أو 5 دقايق للي موجودين والكلام دوت. كمان اتفقنا أن احنا هنستعين برائدات الريفيات للتوعية للمواطنين داخل القرى بأهمية الحفاظ على الطاقة وأهمية أن احنا بقدر الإمكان نقدر نخفض الاستهلاك. برضو اتخاذ إجراءات صارمة بغلق الورش الساعة 7 اللي هو المواعيد اللي طبقا لقرار دولة رئيس الوزراء. كل الإجراءات دي كلها بالنسبة للتكييفات أيضا في المساجد في المصالح في كله فندم، ويتقفل يعني ما بين الفترات ما بين الصلوات تقفل المساجد كلها، ما فيش مبيت فيها، ما فيش قعد فيها. كل الكلام ده كله تم تكليفات، وطلبت من كل مديرية وكل هيئة وكل إدارة موجودة عندنا تكتب لنا الخطة بتاعتها ايه الإجراءات اللي هياخدها عشان نبتدي نتابعها من خلال لجان. طب ازاي نطبع بقى المحلات تلتزم وكده المحلات هو دولة رئيس الوزراء قال ان اللجان تعدي على المولات وتطلب منهم ان التكييفات ما تزيدش عن ما تقلش عن درجة حرارة 25، واحنا هنتابع معهم بكرامة الموضوع دوت، وان المحلات تلتزم بالغلق في المواعيد الرسمية بقدر الامكان. فاحنا ان شاء الله عندنا الاحياء فيها لجان بتمر عشان تنفذ هذه التعليمات بالنسبة للغلق المحلات والمولات اللي موجودة. جميل. كان في شق اخر متعلق يمكن ب ايضا التخفيف على المواطنين في الازمه الاقتصاديه والتعظيم من موارد المحليه ايضا، فلو حضرتك ايضا حدثتنا على الجزء ده، ومحافظه الشرقيه محافظه مترميه الاطراف كمان وفيها امكانيات، فلو تقول لنا برضو ايه اللي ممكن يكون مفيد نعرفه في الفتره القادمه.
زي ما حضرتك عارف وحضرتك قلت ان محافظه الشرقيه هي محافظه زراعيه من الدرجه الاولى، فيها حوالي 870 الف فدان زراعه. احنا بنعمل انتاج الخضر والفاكهه، الخضر طبعا احنا بنتميز بيه، فاحنا دلوقتي عاملين اليه في بعض المراكز بان احنا بناخد من الانتاج من الارض على طول وبنديه للمواطن عشان يتباع بالسعر اللي طالع بيه من الارض، والحمد لله نجحنا فيه من قبل رمضان في توفيره بسعر مناسب جدا جدا بالنسبه للخضار والفاكهه، بجانب طبعا المنافذ اللي موجوده للقوات المسلحه والشرطه وبعض المجتمع او نقدر نقول عليهم بعض الاحزاب. احنا عندنا اكثر من 1097 منفذ بيتم وضع فيهم السلع باسعار الجمله، وعملنا مبادره مع اكبر 3 تجار جمله موجودين عندنا في محافظه الشرقيه لتوفير بعض السلع الاساسيه، السكر والزيت والرز باسعار الجمله بقدر الامكان، فاللحوم برضو حضرتك موجوده برضو بالاسعار المناسبه بالمبادره مع وزاره التموين وبعض الشركات اللي موجوده عندنا للانتاج الحيواني اللي موجوده في محافظه الشرقيه. فبقدر الامكان بنتجه دايما في اتجاه الانتاج داخل محافظه الشرقيه، نحن نوفره من الارض على طول او المزارع على طول للمنافذ اللي هي تبع محافظه الشرقيه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.